أعلنت شركة الطيران الهولندية عن عزمها وقف رحلاتها من العاصمة أمستردام إلى طهران في سبتمبر القادم وقالت شركة كي الأم الهولندية في بيان نظرا للتوقعات الاقتصادية السلبية قررت الشركة وقف رحلاتها إلى طهران بدءا من تاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر القادم وقالت الشركة في موقعها الإلكتروني أنها ستقوم بالتنسيق لرحلات بديلة للذين حجزوا تذاكر الشركة من بعد التاريخ المعلن لوقف الرحلات إلى العاصمه الايرانيه طهران وكانت شركه الطيران الهولندية قد اوقفت رحلاتها الى ايران في عام 2013 لكنها عاودت النشاط في التحليق الى طهران مجددا في عام 2016 اي بعد اشهر من توقيع الاتفاق النووي